عندما كان المسلمون في مكة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل، لم يرضى ذلك المشركون وقاموا بمضايقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، وكان أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه واسمه عبد الله، وزوجته أم سلمة رضي الله عنها، أول من هاجر إلى المدينة من الصحابة، وحبست عنه زوجته وابنه عاما كاملا ثم لحقوا به، فهاجر الصحابة رضوان الله عليهم إلى المدينة، ولم يبقى في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما جاء أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالهجرة كان يقول له اصبر لعل أن يكون لك صاحبا، وبعد ذلك لما رأى المشركون أن الصحابة خرجوا إلى المدينة عرفوا أنهم ذهبوا إلى دار منعة وقوة، فخافوا أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم يرجع فيقاتلهم، فاجتمعوا في دار الندوة، ودار الندوة دي دار للمشركين بيجتمعوا فيها للأمور المهمة شديد، وكان فيهم أبو جهل وأبو سفيان وصناديد قريش، وجاءهم إبليس على صورة رجل أو شيخ كبير، فقرع عليهم الباب فقالوا من الرجل؟ إبليس جاي داير يشهد الاجتماع، قال لهم رجل من نجد أتيت حتى أحضر اجتماعكم فتجدون مني رأيا. قال له تفضل خش. إبليس دخل مع الجماعة وبدوا يشاوروا، الصحابة هاجروا، بقى موضوع يتعاملوا كيف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد فيهم قال لهم نحبسه حتى يموت. إبليس قال لهم ليس لكم، ليس هذا لكم برأي، قال لهم ده ما رأي، لأنه لو حبستوا بيتعاطفوا معه الناس وبيجوكم وبيطلعوا كلام زي ده. واحد تاني قال لهم نطلع برا مكة، إبليس قال لهم ليس برأي، ألم تروا حلاوة منطقه؟ فإن أخرجتموه من مكة ذهب ودعا الناس إلى دينه ثم جاءكم بمنعة وقوة. قام أبو جهل ده طبعا خطير، قال لهم يا أخوان أنا عندي لكم رأي. قال له رأيك شنو؟ قال لهم نجيب من كل قبيلة شاب قوي ونعطي كل واحد منهم سيفا فيضربون محمدا ضربة رجل واحد فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يقاتلوا كل هذه القبائل فيقبلون بالدية. درايو إبليس قال لهم الرأي ما قال الفتى، قال لهم بس ده الرأي السديد وده الموضوع، عشان كده ربنا قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو ليقتلوك أو ليخرجوك
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وقال له لا تنم الليل على فراشك، وأخبره أن الله عز وجل أذن له بالهجرة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق في وقت الهجير نصف نهار متقنعا في وقت لم يعتد فيه أن يزور أبي بكر، فجاء إليه وقال له أخرج من في الدار. فقال أبو بكر الصديق ليس معنا أحد، إنهم أهلي، أسماء رضي الله عنها وعائشة. فقال له إن الله عز وجل قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصحبة الصحبة يا رسول الله. وكان أبو بكر الصديق قد أعد راحلتين، وكان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون صاحبه. فقال له يا رسول الله عندي راحلتين، فخذ إحداهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قروش قال لكم أخواننا، وهنا فائدة مهمة شديد. في ناس باسم الدين داير الناس يدو ودائر الغف، مولانا خشة ومولانا مرق، مولانا عمل محاضرة أدوه، ما عمل محاضرة أدوه، يجيبوا له واللحمة، يجيبوا له والخدار، ما عنده أي عفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عفيفا، قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالثمن. ثمن كم؟ شان كده ما يغشوك الجماعة الطيبين، مليك فيها نفسه فكي وزول بيحفظ الناس القرآن، وإنه زول عنده علم، تلقى قاعد في كرسي ولا في سرير، لو جيت تقعد جنبه ولك زح ما تقعد جنبه، ويخدت له والقروش تحت، وده كله كلام فارغ. وقبل ما نحن نشرع في باقي المواقف، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ليه؟ ودي أهم نقطة. في التلفزيون ما بوروك، بيجيبوا لك الحمامة بيضت والجماعة استقبلوه والنسوان غنن وكلام كثير نحن جايينه. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة ما لأنه المدينة أفضل من مكة، لا، بل المدينة لما هاجر لها النبي صلى الله عليه وسلم كان بها حمى مرض. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة فذهبت عنها الحمى، ومكة أفضل من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة قال إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. يعني لما مرض من مكة ما لأن المدينة أفضل من مكة، وبل مكة فيها البيت الحرام، أول بيت وضع للناس للذي ببكة. فخرج ليه؟ خرج لأنه دعا أهل مكة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ده الموضوع. قال له نعبد الله براو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأصنام ما بتنفعكم، ما بتجيب لكم الرزق، ما بتدخلكم الجنة وغيرها، ما بتعمل لكم أي حاجة. وفي معلومة مهمة الناس لابد تنتبه لها، إنه المشركين ما عندهم معك مشكلة إنك تعبد الله أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة كان بيعبد منه، كان بيعبد ربنا عز وجل وحده لا شريك له، وكان مقيم عند المشركين، مش ما قاعد يعبد آلهته، كان مقيم، وكان بيلغبوا بالصادق الأمين، وكان بيدوه الأمانات، بيدوا الأمانات بعد ما دعاوا للتوحيد ورفضوا برضو بمسكوا الأمانات. وحايدين إنه
خلف علي رضي الله عنه حتى يؤدي للناس الأمانات رضي الله عنه. فما كان عندهم مشكلة إنك تعبد ربنا، لا، مشكلتهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال له تدعوهم للتوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أعبدوا الله براو، صعد في جبل الصفا ودعاهم إلى عبادة الله وكانوا فاهمين. قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طوالي جماعة مع عرب بيفهموا اللغة العربية. قال له تبا لك، ألهذا جمعتنا نعبد الله براو؟ طوالي قالوا سب ديننا، عاب ديننا، وسب آلهتنا، وسفه أحلامنا. مما قال لهم يا ناس أعبدوا الله نمرة اثنين ولا تشركوا به شيئا. طوالي الجماعة جاءت مشكلة في ولا تشركوا به شيئا دي. فلما اتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر الصديق وأخبره بأنه قد أذن له بالهجرة وجهز راحلتين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم أمر علي أن يبيت في فراشه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون على الباب، فأخذ من البطحاء يعني من الأرض تراب فوضعه على رؤوسهم وتلا قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأعماهم الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى أبي بكر ده بالليل. فجاءهم رجل وقد رأى ذلك فقال لهم: ماذا تنتظرون؟ منتظرين شنو؟ قالوا لهم: منتظرين نقتل محمد. قال لهم ما هو شاف الشغلة. قال لهم: تعستم، أو كلمة نحوها: لقد خرج من أمامكم وقد وضع التراب على رؤوسكم. ودي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فوضعوا أيديهم على رؤوسهم فوجدوا التراب. يا أخوان نشوف المشركين ديل، الشيطان لبس عليهم ليات درجة بعد ما هبشوا راسه ولقوا التراب بعد ما خلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ده المفترض يسلموا طوالي، لأنه دي معجزة ظاهرة. زول يشيل التراب ويكبه في راسك وانت ما تشوفه ويجي ماشي بي عندك، دي معجزة واضحة، لكن الشيطان لبس عليهم. فذهب إلى بكر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه واستأجرا رجلا اسمه عبد الله أو عبد الله ابن أريقط، وكان مشركا وكان هاديا يعني بيعرف الطريق. استأجروه وسلموه الناقتين. قال له جيب لنا بعد 3 يوم في غار ثور. وخرجوا من خوخة كانت في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليلا، مرقوا بالليل وتوجهوا إلى غار ثور. بعد ما وصلوا غار ثور المشركين بيجوا يبحثوا عنهم، وقبل ما يبحثوا عنهم انتظروا لما الشمس شرقت. فقام علي رضي الله عنه من فراش النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا أنه علي رضي الله عنه، فقالوا: أين محمد؟ قال: لا أدري أين هو. فذهبوا ليبحثوا عنه واجتهدوا في ذلك اجتهادا شديدا في 3 يوم دي. 3 يوم أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم قاعدين في القار، وبعد ذلك بيجوا يقصوا الطريق. فلما وصلوا إلى غار ثور وكان النبي صلى الله عليه وسلم في القار تحتهم وأبو بكر الصديق، ف
فأعماهم الله عز وجل عنهم. فقال أبو بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرآنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظنك في اثنين الله ثالثهما؟ أما قصة إنه العنكبوت نسجت على باب الغار وإنه الحمامة بيضت، القصة دي قال العلامة العثيمين رحمه الله لم تثبت، ما ثابتة. وأما المعجزة إنهم لما وقفوا في الغار والنبي صلى الله عليه وسلم تحيتهم، ربنا أعمى أبصارهم عشان ما يشوفوا، دي المعجزة هنا. وكان عامر ابن فهيرة رضي الله عنه يرعى أغناما لأبي بكر الصديق، وكان يسمع كلام المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ويأتي ويخبرهم بذلك في القار. وكانت أسماء رضي الله عنها تأتي بالطعام لهما، وفي يوم من الأيام وسميت بذات النطاقين. ليه سموها بذات النطاقين؟ كانت حاملة الطعام في جورب للنبي صلى الله عليه وسلم ووالدها، فلم تجد شيئا تقطي به هذا الجورب، فأخذت نطاقها فقسمته نصفين وقطت الجورب فسميت بذات النطاقين رضي الله عنها. وبعد الثلاثة أيام جاءهم عبد الله ابن أريقط أو أرقط، وكان مشركا لكن كان خبير في الطرق. جاءهم ومعه الرواحل، ثم توجهوا إلى المدينة. بعد ذاك المشركين قالوا إنه سيعطوا من جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 100 من الإبل. لسه مصرين. فجاء رجل وأخبر الناس أنه رأى أناسا فقال: إني أظن أنه محمد ومن معه. فلما سمعه سراقة ابن مالك قال: لا، بل هم فلان وفلان، لشان الناس ما يعرفون، لأنه طمع في 100 من الإبل. فخرج متخفيا وأخذ رمحه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فلما قرب منهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت خلفه، فرآه أبو بكر الصديق فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه سراقة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فقاصت رجلي الفرس في التراب في الصحراء، فعرف ذلك سراقة فقال: علمت أن هذا من دعائكما، فادعوا الله أن يخرجني. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت قدمي الفرس، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لي كتابا وسأذب الناس عنكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أن يكتب به، أن يكتب له، وأخذ الكتاب. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء سراقة ابن مالك بالكتاب ووفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورجع إلى مكة. جبال سراقة بن مالك جاي عشان يفوز بالإبل ويحضر النبي صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق إلى المشركين. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع يذب الناس عنه، يقول له أنا يا أخي مشيت بالشارع ده ما في، ومشيت بالشارع ده ما في، يذب عنه المشركين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى خيمة أم معبد. ولما وصل خيمة أم معبد وكانت امرأة برزة، يعني كانت بارزة بتطلع بر الخيمة، وكانت تكرم الأضياف، يعني الضيوف لما يجوا بتكرمهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هل هناك شيء نشتريه؟ قالت: ليس لدينا شيء، وإن كان عندنا لم أعوذكم للقرى، يعني كان عندنا شيء ما ببيع لكم بكرمكم، إلا هذه الشاة تخلفها الجهد، يعني من شدة ما هي هزيلة ومجهدة ما قادرة تمشي ترعى مع الأغنام. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تأذنين لي بحلبها؟ قالت: نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشاة، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فمسح يده على ضرعها، والشاة عاذب. وحلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة حتى علت الرغوة الإناء، فأعطى أم معبد رضي الله عنها فشربت، ثم أعطى صاحبيه فشربوا، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن شرب حلب الشاة وجعل لهم اللبن، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة. ولما جاء زوجها يسوق غنما له هزال ضعاف، لأن السنة كانت عشفاء، سنة ما فيها مطر ما فيها أكل، فوجد اللبن فقال: من أين هذا اللبن والشاة عاذب وليس هناك حلوب في الدار؟ قال: لا، الشاة عاذب ما بتحلب لبن، وما في عندنا في البيت شاة بتحلب، اللبن ده جا من وين؟ فقالت له أم معبد، أم معبد رضي الله عنها: جاءنا رجل مبارك، ووصفت له ذلك، فقال لها: أظن أنه صاحب قريش الذي يطلبون. قال لها: صفيه لي. وصف لي شكله كيف؟ وكانت امرأة فصيحة، قالت: كامل الوضاء، أبلج الوجه. كامل الوضاء يعني لما تنظر له فيه ضياء، كامل الوضاء وأبلج الوجه يعني جميل، حسن الخلق، لم تعبه سجلة، السجلة السمن، ولم تزر به صعلة، والصعلة صغر الرأس، وسيم قسيم، في عينيه جعد، يعني شدة بياض العينين وسواد العينين،
في أشفاره وطف. الأشفار دي الرموش. في أشفاره وطف يعني أشفار يعني رموش طويلة. وصف دقيق جدا. في لحيته كثاثة أزج يعني حواج بينه رقاق أغرن. وصفته بأوصاف عجيبة رضي الله عنها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون إلى الحرة، حتى ينقضي اليوم ثم يرجعون إلى بيوتهم. لما نلقوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل بيرجعوا طوال بيوتهم. ففي يوم من الأيام ذهبوا إلى الحرة، مشوا الحرة، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى اشتدت حرارة الشمس، فرجعوا. فصعد رجل من اليهود على جبل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فصاح فقال: لقد جاء صاحبكم الذي تنتظرون. فخرج الصحابة رضوان الله عليهم فرحين بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أنس ابن مالك رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. فالصحابة فرحوا فرحا شديدا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ويا أخواننا، الصحابة ديل جاهدوا جهاد عظيم ونصروا الدين نصرة عجيبة. عشان كده لازم نحن نحفظ لهم حقهم. ربنا قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، ديل الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. آيات عظيمة. المهاجرين مرقوا من مكة ليشنو؟ عشان دنيا؟ لا. عشان مال؟ لا. عشان جاه؟ لا. تركوا الأموال وتركوا الأهل. عشان كده ربنا قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، خرجوا لمرضاة الله عز وجل ولنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. كلام عجيب. عشان كده نحن لازم نحفظ لهم حقهم. ومن حق الصحابة علينا ألا نحمل في قلوبنا غلا عليهم. ربنا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن حق الصحابة علينا إننا نترضى عليهم وندعو لهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومن حق الصحابة
أن نتبعهم، لأن ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية دي معناها شنو؟ ومن يشاقق الرسول، الشقشاق معروف، يقول لك الزول ده شاقق، شق طريق غير الطريق اللي بيوصلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي طريق الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا معلومة مهمة، إنه نحن مأمورين إننا نتبع السلف. ويا أخواننا لو لاحظتوا إنه الأمة دي افترقت كثير، وده صدق لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قال لنا اللي بيعيش بعدي بيلقى خلاف، وقال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال الأمة دي بتفتري، والكلام ده حصل، جماعات كثيرة وطرق كثيرة. طيب يا أخوانا أنا أعرف الحق كيف أتبع منه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ورانا المرض وإن الأمة دي حتفترق، ورانا العلاج. العلاج شنو؟ العلاج في الآية إنك تتبع سبيل المؤمنين اللي هم الصحابة. وفي آية ثانية ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والعلاج في الأحاديث قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ورانا إننا نتبع السلف اللي هم الصحابة، وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. لذلك قال الإمام مالك ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. الشغل الزمان ما عملوا الصحابة وما قالوا الصحابة وما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به وما جاء في القرآن، ده ما دين، ده أصل ما دين. عشان كده قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدي فائدة مهمة، إنه نحن جاب لي أجيزوا الكلام في الدين، أنا بتكلم عن الدين. الدين ده ما فوقه أي طريقة تدخل فوقه حاجة من عندك، لأنه ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم، دين مكتمل، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين كامل. أما في الدنيا دي أي حاجة، داير تبتكر، داير تصنع، داير تعمل أي شيء مباح، اشتغل، ما في أي مشكلة. لكن الدين ده ما فوق أي طريقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عشان كده الإمام مالك قال من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما في أي طريقة، دين مكتمل
بفضل الله عز وجل. عشان كده الإنسان الدائر ينجو ودائر يعرف الطريق المستقيم عليه بسبيل المؤمنين طريق الصحابة. ليه؟ عشان شنو؟ لأسباب. السبب الأول لأنهم أخذوا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم، علموا الرسول صلى الله عليه وسلم، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. نمرة ثلاثة، الدين ده أصلا نحن جانا بشنو؟ الورانا لو منه جانا عن طريق الصحابة وعن طريق الرواية، إن الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا الناس، وأخذ عنهم التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عشان كده نحن مأمورين إننا نتبعهم، وهم فتحوا البلاد وجاهدوا في سبيل الله عز وجل بأموالهم وأنفسهم رضوان الله عليهم، ده حقهم علينا، الترضي عليهم ده حقهم علينا، والثناء عليهم ده حقهم علينا، والدعاء لهم ده حقهم علينا. أما الناس اللي بيطعنوا فيهم واللي بيسبوا الصحابة ده أخطر ناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. يعني لو أنفقت جبت جبل أحد، وجبل أحد ده جبل عظيم جدا، سلسلة من الجبال، ناس المشوا المدينة بيعرفوا. قال لو أنفق أحدكم مثل أحد شنو؟ ذهبا، أغلى شيء الذهب، ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. يعني أنت لو أنفقت قدر جبل أحد ده ذهب، وجاء صحابي أنفق مد من أي شيء، أنت ما بتلحق صدقة الصحابي ده، ولا نصيفه ولا نصه، لو نصمت أنت ما بتلحق. ويجوا بعد ذاك يطعنوا فيهم ويسبوا فيهم الناس الضلال، واللي بيسبوا الصحابة ده أصلا قصدهم منه؟ ما قصدهم الصحابة، قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أول شيء قصدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ده اللي علموا منه، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرحوا بقدومه فرحا شديدا. في قصة بيجيبوها بيقولوا إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة استقبلوا بالدفوف والطارات والغنى وقصيدة، طلع البدر علينا من ثانية الوداع لنهاية القصيدة. أول حاجة الكلام ده ما صحيح، ما ثابت. وقال العلامة الفوزان حفظه الله أن هذه القصة لم تثبت. وفي القصة ذاتها في القصيدة قالوا طلع البدر علينا من ثانية الوداع، وثانية الوداع دي من وين؟ دي شمال المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من مكة، أي من جنوب المدينة، عكسي تماما. عشان كده القصة دي ما ثبتت. الجماعة اللي بيقول لك ودي داير يجوزوا بها شنو؟ دي أصلاً داير يجوزوا بها الغنى، وداير يجوزوا بها المدايح بالطارات. يقول لك نحن بنمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالطار وبالمسيغة
وقالوا دليل القصة دي. أول حاجة نقول لهم إنه القصة دي ما ثابتة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، المشكلة ما في الطار براو ولا في الموسيقى، في مشكلة أكبر من كده، طريقة المدح. الجماعة ديل أول حاجة بيمدحوا مديح شركي، شرك. قول لك في الليل الهادي بنادي السيادي جملة وفرادي، يقول لك في التلت قوم ناديهم أبقى منهن ليهم وارمي الحمال عليهم. الحياة ما مديح ذاته للرسول صلى الله عليه وسلم، دي نمرة واحد. نمرة اثنين شرك. ده كمان قال في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، جملة كله تلحقونا، فرادي كل زول براو. والدعاء عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما تدعو قال مع الله زول أحدا أي شيء، قرآن ذاته بلغة عربية فصحة فواضحة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآية دي معناها ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ده اسمه استفهام إنكاري، معناه أضل شخص اللي بيدعو غير الله، ده أضل زول. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والمصيبة إنه هو دعاو ليه؟ دعاو عشان يستجيب له، صح؟ أنت ما ممكن تدعو لك زول وهو ما بيستجيب لك، وما ممكن تنادي لك زول أطرش، ما ممكن. ربنا قال ما بيستجيب، بيستجيب ربنا. ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بيستجيب الله وغيره ما بيستجيب. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهنا ربنا بيجيبك، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قرآن واضح ما فوق أي غباش. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. شغل عجيب. ولو لاحظتوا إنه في القرآن ربنا يتكلم عن مسألة الدعاء كثير، إن الذين تدعون من دون الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يضرب الأمثال، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الأذان تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. فمسألة الدعاء
بتلقى إن ربنا تكلم عنها في القرآن كثيرا وضرب الأمثال، قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني بيّن للناس إنه اللي بيدعوهم مع الله ديل ضعفة. في الآية الفاتت إنه ما بيستجيب، وفي الآية دي إنه ما بيخلق مع الله حاجة، والما بيخلق ده ما بيستحق أن يعبد مع الله عز وجل. شان كده مؤمن آل ياسين قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ما أعبد الخلقني ليه؟ قال لهم المانع شنو؟ ففي الآية دي قال لن يخلقوا ذبابا، وذباب دي مفرد ما جمع، الجمع ذب وذبان في اللغة، ذباب يعني ضبانة واحدة بس. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فمدايح زي دي يقول لك ادعو غير الله، وإن كنت في هم وغم فنادني أنجيك من كل شدتي. يا أخوانا الداعية إلى الله ما بيدعوك لي رقبته، ما بقول لك ادعوني أنا وأدعو فلان وأدعو غيره. الداعية إلى الله بيقول لك ادعو الله، عشان كده ده داعية إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وده السبب الرئيسي الخلى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة إلى المدينة، قال لهم تدعو الله براو ولا تدعو اللات ولا تدعو العزة ولا تدعو هبل ولا غيره ولا غيره من الآلهة، وبجيبوا لك في التلفزيون في المرسالة وغيره يجيبوا لك أحجار ما بوروك هي أصلها شنو. هي أصلها عبارة عن رجال صالحين، ده كلام ابن عباس، قال ديل كانوا 5 رجال صالحين، ود وسواع ويقوس ويعوق ونسر. المشركين بيجوا بيدعوهم ليه؟ ما قالوا خلقونا ولا قالوا بيرزقونا، لا، ربنا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا ديل بيقربونا لله، جماعة ديل صالحين وبيقربونا لله. الليلة لما انتهي تناقش لك واحد من النوعيات دي، ويا أخوانا الشرك موجود، دي معلومة الناس لا بد تعرفها. ودليله ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى يعبد حي من أمتي الأوثان. أصل الساعة ما بتقوم إلا ناس يشركوا بالله عز وجل. الشرك كيف؟ تدعو الله وتدعو غيره، لأنك ساويته مع الله، صرفت له العبادة، وده الشرك. دعيته اعتقدت فيه ما لا يعتقد إلا في الله عز وجل، إنه بينفع وإنه بيضر. هو لو ما اعتقد إنه البشر ده بينفعه ولا أو بيضره ما دعا وصلا. يدعو مع الله، فكانوا عبارة عن رجال صالحين زي جماعتنا الليلة. العزة كان الشجرة، ودي فيها معلومة إنه الإله ممكن يكون أي شيء، ممكن يكون شجرة، ممكن يكون حجر، ممكن يكون بشر، ممكن يكون حيوان، ده كله يعتبر إله إذا عبد مع الله. عشان كده ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. بتلقى ناس بيعبدوا الحيوانات الليلة زي الهندوس، تلقاهم إله شنو بقرة صرفوا له والعبادة واتبركوا به وغيره. عشان كده الصحابة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين مروا بسدرة للمشركين، شجرة بتاع السدر، مشركين كانوا بيعلقوا فيها الأسلحة بتاعتهم. ليه بيعلقوها؟ بيعتقدوا إنه لو علقوا الأسلحة في الشجرة دي بتحل فيها البركة، ويعكفون عندها بقعدوا تحيتها، قالوا الشجرة دي شجرة مباركة. فأبي واخد الليثي قال كنا حدثاء عهد بكفر جداد في الإسلام، فمررنا بسدرة ماشين إلى غزوة حنين، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. يعني ممكن الإله ده يكون شجرة، ممكن يكون غبر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. عشان كده ربنا حفظه، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما في زول بيقدر يصلوا، لا يشيل منه تراب ولا يسف ولا يصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه مستجاب. وقال لا تجعلوا قبري عيدا، شيء الذي يعاد، يعني طوالي ماشي لي قبر الرسول، جاي من قبر النبي، ماشي لي قبر النبي، ده كله ليه؟ عشان ما يعبد. ودي أفعال اليهود والنصارى. لاحظوا في الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها السنن، وقال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ فالأمة دي شابهت اليهود والنصارى في حاجات كثيرة، في إنهم بيقوا يعبدوا القبور ويبنوا على قبور الصالحين وفي المساجد. عشان كده أم سلمة رضي الله عنها هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة، فدخلت كنيسة فوجدت فيها تصاوير، فحكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أولئك دل النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي سكرات الموت النبي صلى الله عليه وسلم يضع خميصة في وجهه إذا اغتم كشفها ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. السيدة عائشة قالت يحذر ما صنعوا، يعني الناس تحذر الأفعال دي، عشان كده الشرك موجود والناس لا بد تنهى عن هذا الشرك. ليه؟ الناس يقول لك يا مولانا خلوا الخالق للخالق وخليك في حالك وما عارف. وأصلا لو كانت الدعوة بالطريقة دي المشركين ما كان سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، المشركين كان عندهم حرية الاعتقاد إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله يعبد الله ما عندهم مشكلة، لكن كونه ينهاهم عن الشرك دي مشكلتهم ذاتها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة بيعبد في ربنا ما سألوا، مجرد ما قال لهم آلهتكم دي ما بتنفع ولا بتضر طوالي بدت المشكلة. فعلى الناس إنهم ينهوا الناس عن هذه الأشياء، لأن ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولو سكتنا اللي بيحصل شنو؟ لو سكتنا ربنا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه
لبئس ما كانوا يفعلون. إن بقى سكتنا شان كده الناس تحذر الناس من الشرك وتدعوهم للتوحيد. أمة داسي تعبانة تعب شديد غلاء وعدم بركة. السبب شنو؟ السبب الشرك. والدليل ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. آمنت وحتى ربنا بيفتح لك البركة. بلدنا دي مشكلتها شنو؟ مشكلتها عدم البركة. ما فقيرة لأنه لو جيت حسبتها من ناحية موارد أي شيء فيه أراضي راقدة مياه النيل نيلين موضوع عجيب. الثروة الحيوانية الثروة النباتية الغير الغير الذهب المعادن النفط. المشكلة شنو؟ المشكلة أول حاجة عدم البركة دي أول مشكلة. والمشكلة الثانية برضو في عدم أمانة. وعدم الأمانة بيرجع لشنو؟ لنقص الدين. زول كان عنده دين بيكون عنده أمانة تمام. بعد ذاك لا بأس إنه الناس تعمل ونظريات اقتصادية وغيره وغيره ده كله ما فيه إشكالية. لكن أول حاجة الناس تصلح الدين عشان تحل البركة. فالمدايح ما فيها مشكلة كونك تمدح النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكالية. لأنه حسان بن ثابت كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كان فيهم شعراء وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وغير من الصحابة. لكن المشكلة تمدح بشرك. مثلا مدحة يقول لك أحمد يا حبيبي سلام عليك، يا مسكي وطيبي سلام عليك، يا غافر الذنوب يا كاشف الكروب. البيغفر الذنوب منه بيغفر ربنا، والبيكشف الكروب الله عز وجل. ده كده خلوا النبي صلى الله عليه وسلم شريك لله وده الشرك. دي المشكلة. ومن المدايح إنه يقول لك منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لك في ناس بيعلموا الغيب. علم الغيب ده حق الله وحده لا شريك له. قلت في زول بيعلم الغيب معناه جعلت مع الله شريك وده الشرك. لأنه ممكن الزول يكون يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي نفس الوقت واقع في الشرك. ده مشرك. ادعو غير الله يعتقد إنه غير الله يعلم الغيب، يعتقد إنه غير ربنا يهب الذرية. ودي راقدة يقول لك يا أخي فلان ده يتزوج له 3 سنين وما ولد. جماعة يقول لي هذول تمشي للفكيل فلاني متخصصين فكي معينهم. يقول لك الولد بوقتين بتاع الذهب والبيت بوقية واحدة. عرف كيف ذات أنا ما أعرف. وربنا يقول لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والرسل لما كانوا دائرين الذرية دعوا الله ده الصالحين عديل الرسل. ربنا قال هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عشان كده الإنسان يدعو ربنا ترفع يديك لله. داير الذرية الله بيديك، داير المال ربنا بيديك، داير الجنة ربنا يدخلك الجنة. تدعو الله تتضرع. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة من ناحية الجنوب ما من ناحية سنية الوداع.
عشان كده القصة دي باطلة، ما يستقبلوا بالدفوف ولا حاجة. صحابة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير واستقبلوه استقبالا عظيما، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبنى مسجد قباء، ونزل عند أخواله بنو النجار، نزل عندهم وهم أخوال جده عبد المنطلب، نزل عندهم إكراما لهم وبنى المسجد الحرام، ثم بعد ذلك بنيت حجر النبي صلى الله عليه وسلم، منها حجرة عائشة رضي الله عنها وباقي نساءه. وبكده نحن نكون أخذنا نبذة عامة عن الهجرة النبوية، وكانت فتحا عظيما، ربنا بعد فتح على المسلمين فتح شديد، ودخل الناس في الإسلام، والأنصار نصروا الدين، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. عشان كده ربنا قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وصفهم بثلاثة صفات الأنصار، قال يحبون من هاجر إليهم، يحب المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما أوتي المهاجرين من الفضل ومن الغنائم، لأن الآية في البداية تتكلم عن الغنائم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان عندهم حوجة، يعني إذا كان جائع يؤثر بالطعام لغيره، وإذا كان محتاج يؤثر بالمال لغيره، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا وأن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.